153 عاماً نزفت فيها الصحافة العراقية دماءً على طريق الحقيقة، وانتهكت فيها حقوق الصحفيين وهم يحاولون إيصال صوت المطالبين بها، ولوحق من أراد ملاحقة المعلومة ليصطدم بالقمع تارة وبالتهديد والاعتقال والاعتداء والإخفاء تارات عديدة. فمنذ أيار 2021 وحتى الشهر ذاته من العام الحالي، شهدت الصحافة نكوصاً كبيراً سجلت على إثره انتهاكات عديدة توزعت بين محاولات الاغتيال والاختطاف والتهديد بالقتل والإصابات في أثناء التغطية والاحتجاز والاعتقال، فضلاً عن رفع دعاوى قضائية وفق قوانين تعسفية. وخلال الفترة من أيار 2021 وحتى الآن، سجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالعراق 192 انتهاكاً توزعت بين الاعتداء بالضرب أو منع وعرقلة التغطية. ولم تقتصر تلك الحالات على الصحفيين فحسب، بل طالت الصحفيات أيضاً، كما سجلت في الفترة ذاتها 36 حالة احتجاز واعتقال دون مذكرة إلقاء قبض، وعشر حالات تهديد بالقتل والتصفية الجسدية. أما المحافظات التي تصدرت بانتهاك حقوق الصحفيين فقد حلت بغداد العاصمة بالصدارة مسجلة 56 انتهاكاً، وكركوك التي جاءت في المرتبة الثانية ب 37 انتهاكاً، والموصل الثالثة ب 27 انتهاكاً، والبصرة رابعة ب 23 انتهاكاً. أما المحافظات التي لم تسجل حالات انتهاك ضد الصحفيين العاملين فيها، فهذا لا يعزى لتوفر الأمن فيها، وإنما يعود لخشية صحفييها من الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها. فالجواب هناك قد يكون رصاصة في الظرف أو الرأس.